الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف مصدر حكومي في ديالى عن وجود صراع خفي بين جهات متنفذة للاستحواذ على منفذ مندل الحدود مع إيران. وقال المصدر إن منفذ مندل الحدود بين إيران والعراق يمثل مصدر أموال للكثير من الجهات المتنفذة، بعضها مدعومة سياسياً، مضيفاً أن المناوشات المسلحة التي جرت قبل أكثر من أسبوع قرب المنفذ الجمركي مثلت رسالة بالغة الخطورة للحكومة حيال ما يجري من تجاوزات في هذا الملف. رجح مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات بدء نقل النفط العراقي إلى الأردن مطلع أيلول المقبل، وأكد ذيابات أن قرار السماح للشاحنات الأردنية والعراقية بالدخول للبلدين بنظام دور تو دور لا يعني بدء نقل النفط العراقي إلى الأردن، لكنه يتيح للشركة تزويد المملكة بالنفط حال صدور الموافقات على تأشيرات السائقين. وأشار إلى أن التأخر في بدء عملية النقل العام لعدم صدور تأشيرات السائقين الأردنيين البالغ عددهم 3500 سائق، كما لم يصدر من الجانب العراقي أي تصريح للسائقين العراقيين. أعلنت تركيا أن العراق تصدر بقية الدول في استيراد البقوليات التركية خلال النصف الأول من عام 2021. وقالت جمعية المصدرين التركية إن قيمة الصادرات لهذا القطاع بلغت 4.803 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة هذه الصادرات 4.06 مليار دولار. وأشارت الجمعية إلى أن العراق جاء في مقدمة الدول في استيراده للبقوليات، تليه إيران ومن ثم ألمانيا. ارتفعت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة في بغداد فيما استقرت في أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147,650 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأكد المصدر أن أسعار صرف الدينار العراقي ارتفع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ 148,000 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدينار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية بنسبة 2.5% لتسجل رقما قياسيا جديدا تجاوز 50,000 دولار لأول مرة منذ 15 من أيار الماضي. وأظهرت حسابات منصة بيانينس أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول ارتفاع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 2.5% ليصل إلى أكثر من 50,000 دولار. هذا وتواجه العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها انتقادات دائمة من قبل الجهات المؤسساتية لاستعمالاتها غير المشروعة، وأيضا بسبب عدم الكشف عن هوية مستعمليها فضلا عن سهولة استخدامها. صعدت أسعار النفط الخام تصحيحا في بداية التعاملات الأسبوعية بعد هبوط حاد في تعاملات الأسبوع الماضي على وقع عودة المخاوف من تسارع تفشي جائحة كورونا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شهر تشرين الأول بنسبة 2.6% أو 1.34 دولار إلى 66 دولاراً للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غربي تكساس الوسيط تسليم تشرين أول بنسبة 1.94% إلى 63.35 دولار للبرميل. ختام الموجز، إلى اللقاء.